محمد شحاتة القريسي من قرية شنشور مركز أشمون محافظة المنوفية، واخترت الأم المثالية على إني ربيت نشأ ولاد ابني، علما بأن كان عندي 3 عيال معاقين حركيا، ولدين وبنت. اختارتني الدولة بلدي أن أكون الأم على الجمهورية كلها، لأن كنت بأخدم 6 أفراد في آن واحد، علما بأن كان سن صغير، يعني ما كانش سن صغير، أنا كان عندي 60 سنة، أنا حاليا دلوقتي عندي 80 سنة. ربنا يبارك لك. هادي. طيب انت ايه اللي حصل عشان تربي كل دول؟ اللي حصل ان انا كنت جوزي كان قريبي، والعيال دول جم ربنا يخلقوا ما يشاء، خلق دول كده. طبعا صبرت وتجلدت وقمت بخدمتهم على اكمل وجه. جه ابني منهم واحد معاق برضه، بس اعاقته يقولي 80% كده، جوزته، جاب 3 بنات. اللي مراته ما عادتش الا يجي 2 3 سنين كده وطلبت الطلاق، وبعدين سابت لي العيال. اخر واحده كانت عندها 3 سنين، اللي هي البنت الصغيره. الكبيره كانت في 3 ابتدائي. اللي قدمت لي ديت ندى اللي معايا ديت كانت في 3 ابتدائي، وسابتهم لي اطفال مع الكم الثاني اللي هو العيال اللي هي تعبانة ديت، اللي هي من ذوي الاحتياجات الخاصة. عملت بقى، ربطت ظهري برباط عشان أقدر أقاوم. أنا ما كنتش بنام إلا الساعة 2 بالليل، وأول ناس يصحوا في البيت أنا الساعة 6 عشان أحضر العيال وأسرحها وألبسها للمدرسة. ظهرة دلوقتي في كلية التربية قسم لغة عربية في السادات، آخر سنة دي في الكلية. اللي هي قدمت لي دي خدت دبلوم تجاره وجابت مجموع كويس، دخلت معهد تجاري في اوسنا. الثالثه في 3 تجاره وبطله في الكونغ فو، واخده ميداليات ودرع وحاجات قد كده وشهايد، عاملاها لها مبروزاها وحطها في الصاله. هذه قصتي. كنت بتصرفي منين يا حاجه عليهم؟ انا كان المعاش 350 جنيه فقط، بس انا كنت بقى مصممه ازياء على مستوى راقي. كنت بعمل بقى يعني اما واحده عروسه كده تيجي تتخيط اقول لها هدوم البيت دول تديهم لحد تاني، اما هدوم الخروج والتيارات والحاجات والفستان والسواريهات دي انا ايه من حقي. كنت في عز الرخص وكنت باخد في الفستان 50 جنيه، كان فستان النهار ما احسن واحده تاخد 10 جنيه فيه. انا الشغل بتاعي بقى، وما حدش علمني الخياطه، اني انا برسم اصلا. أنا كنت متقدمة في المدرسة في الرسم، وكان الرسم بتاعي كان بيبقى في الفصل كله متعلق. أي ناس جاية من الوزارة تشوف بقى كراريسي والرسم، وكنت بطلع الأولى على المدرسة. بس سنة كام؟ سنة 49. يعني أنا من مواليد 37. أنا من مواليد 1937. برسم على الخشب، وبرسم على القماش بالزيت والبليتة والفرش. وبالالوان الجواش على الـ على الـ على الـ اللوح، وكنت كويسه، واعمل بلوفرات تريكو للعيال ولادي وهم رايحين المدرسه، ما اشتريش جاهز، اعملهم اجيب الصوف واعمل البلوفرات على ايدي. وخبيره بقى في المطبخ بقى، ما اقولكيش بقى، لو عزمتك اكلك بقى اكل يعني راقي جدا.